منذ صباح اليوم هناك هدوء نسبي على كامل الشريط الحدودي السوري بعد يوم شهد أكثر من استهداف، سواء من قبل الجيش السوري الذي قام باستهداف سوق ونقاط للمواقع الفصائل المسلحة وسط مدينة الباب في ريف حلب. طبعا الاستهداف أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصا وأيضا إصابة أكثر من 30 شخص جراء هذا الاستهداف. بالتزامن مع ذلك كان هناك استهداف تركي من قبل المسيرة على أحد مراكز التعليم للفتيات برعاية الأمم المتحدة، فقدت 4 فتيات قاصرات حياتهن جراء هذا الاستهداف، وأيضا أصيبت أكثر من 11 فتاة جراء هذا الاستهداف. كلنا يعلم بأن هذه المنطقة منذ فترة تشهد سلسلة من الاستهدافات بشكل يومي، يعني الجميع هنا في هذه المناطق سواء كانوا صحفيين أو أطفال أو مدنيين أو حتى عسكريين، جميعهم يتعرض إلى الاستهداف من قبل المسيرات التركية أمام مرأى القوات الروسية والقوات الأمريكية التي لا تزال صامتة حيال هذه الاستهدافات، رغم الاحتجاجات المتكررة من قبل الأهالي التي تندد بالصمت الدولي حيال الانتهاكات والاستهدافات التركية نعم المتكررة التي ترتكب بحق السوريين في هذه المناطق.